وسهلا بكم أوفي أنا في حلقة جديدة اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي، فقرات منوعة كتسناكم فيها مجموعة من الأفكار ومن الاقتراحات. وكعادة كل يوم أربعاء اليوم مرافقني وحاضرة معنا خبيرة الموضة مصممة الأزياء خديجة الحجوجي. لالا خديجة كيف الحال؟ أهلا عفاف، مرحبا بك. أهلا بالمستمعين والمستمعات والطاقم التقني. شكرا لك. مرحبا بكم، مرحبا بي عندكم. أهلا وسهلا. على خير لالا خديجة. اليوم غادي نجاوبوا على مجموعة من الأسئلة اللي عندها علاقة بالموضة. غادي نجاوب على سؤال ديال سناء، ديال أم آية وزكريا، حنان من العيون، نزهة من بنقرير، أسماء من ورزازات، فتيحة كذلك. فغادي نجاوب على الأسئلة ديالهم كلها، ومن خلال فقرة بريكولاج غادي نرجو مجموعة ديال الأفكار وديال الاقتراحات من عند ملكة، من عند نجية من وجدة، ومن عند أم كريم. أفكار واقتراحات اللي هي ذكية بزاف ومفيدة، فما تخليوهاش تفوتكم. باب التواصل معنا كيف العادة غادي يكون على الأرقام اللي هي 0522 46 72 51 أو 52. وما تنساوش على أنه بإمكانكم تواصلوا معنا عن طريق الرقم 5080. كسبوا فقط كلمة ماد، خليوا فراغ صغير وبعتوا بسؤالكم وعلاش لا بشي فكرة أو الاقتراح اللي عندكم وبغيتوا تقاسموه وتشاركوا معنا، فبعتوه للرقم 5080. وكنذكركم على أنه اليوم كل الأسئلة اللي عندها علاقة بالموضة غادي نجاوبوا عليها، حتى التساؤلات اللي توصلنا بها من خلال الصفحة ديال البرنامج، لأنه بزاف ديال المستمعات كيقولوا أنه ما كتاحش لهم الفرصة والخطوط ما كتقبضش لهم، ودائما كيبقاو يحاولوا ولكن بدون جدوى. فهادشي علاش كنقول انه فرصه امامكم بالنسبه للصفحه ديال البرنامج، ممكن تخليو فيها الاسئله ديالكم اللي عندها علاقه بالموضه وكنجاوبوا عليها رفقه خبيره الموضه مصممه الازياء خديجه الحجوجي اللي هي مرافقاني في الحلقه ديال اليوم. غادي نبقاو لحظه مع اولى اختياراتنا الغنائيه نسمعوا ليها ورجعين مباشره، فخليكم معنا. جعلنا دائما على ميد غاديو الاذاعه القريبه منكم، وحلقه اليوم في برنامجكم سيداتي سادتي رفقه خبيره الموضه مصممه الازياء خديجه الحجوجي. لالا خديجه غادي نمشيو على بركه الله باش نجاوبوا على مجموعه من الاسئله. واول سؤال غادي نبداو به اليوم كان من عند سناء. سناء قالت انها حامله والولاده ديالها ان شاء الله غادي تكون في شهر واحد، فهي بغات توجد شي قفطان لهذه المناسبه وبغات تعرف منك يعني وبغات تاخذ النصيحه ديالك بخصوص اللون الثوب والخياطه اللي غدير. نعم، بالنسبه لسناء الله يفك على خير ان شاء الله. والقفطان كنقترح عليها دير مبرة في الخضر. اييه الخضر، جميع انواع الخضر غادي يكونوا مزيانين. دير من تحت من واحد القفطان ديال كريب جورجيت ولا موسلين من تحت، وتخيطوا بسقل لي صاري اولا دير له زواقه بلديه ولا دير له زواقه روميه بالبيرلاج. اييه واخا، خصوصا انه الولاده ديالها غتكون في البرد وديك المبره غتواتى بزاف تجي مع البرد. واخا، نمشيو هاد المره للسؤال ديال ام ايه وزكريا. كتقول لك شكرا لاله خديجه، انا كيعجبني بزاف، كتقول كنشوف الصور ديالك في الصفحه ديال البرنامج وكتعجبيني بزاف، وانا حتى الاسم ديالي راه بحال الاسم ديالك خديجه ام ايه وزكريا من تازه. كتسولك انها بغات دير شي جلابه للبرد وبغات الراي ديالك فيما يخص اللون والثوب، هي البشره ديالها بيضاء. نعم، بالنسبه لهاد لا سيزون كاين المليفه مشيه بزاف المليفه، وبالنسبه للالوان هي قالت لي بيضاء، فكاع الالوان غيواتيوها الالوان المغلوقين، الكغي الكحل المارون البوردو، كاع هاد الالوان غيواتيوها. وبالنسبه للخياطه راه عندها الاختيار برشمان تزايري تزايري زواقه بلديه دبانه، يعني عندها لو شوا متسع فين تصوب الجلابه ديالها. واخا، نمشيو هاد المره للسؤال ديال حنان من العيون. عندها ثوب مليفه موطار، فهي بغات تعرف واش هاد اللون كيتواتى مع بشره قمحيه يعني ما بيضاء ما سمراء، فهي بغات تخيطها جلابه وبغات تعرف حتى الخياطه منك لاله خديجه. وقالت انه الزوج ديالها هو الاول قبل ما تخيطها قال لها هاد اللون راه ما غيجيش معاك، وزيدي تاكدي سولي لاله خديجه. هي هاد اللون موطار ما كيجيش مع اللي عندها البشره تكون مغلوقه، كيبغي بشره مفتوحه، كيبغي تكون شويه مفتوحه لانه هو ديجا دكن واحد اللون. واخا كتشوف فيها هكاك راه دكن، ملي كيتلبس راه كي ماشي كيفتح كي فإلا كان عندها الامكانيه تشري واحد ثوب اخر مفتوح فداك ما كانش، وبغات تخيطها فتخيطها، ولكن ما دير لها شي خياطه اللي هي غاليه باش حتى طلعت لها في راسها تحيد غير شهوتها منها. بالنسبه للون ديال الخياطه مثلا كيكون عندنا لون بحال هكا موطار لاله خديجه، باش كتنصحي واش اللون في اللون ولا لا نقدروا ندخلوا لا مثلا الموطار كنديروا معاه البوردو الموف الاحمر، هاد اللوينات كلها كما كندخلوهاش مجهده كنديروا واحد الرشيشه باش كنخرجوا على داك اللون. غير الرشيشه باش واخا. نمشيو هاد المره السؤال كان من عند نزهة من بنقرير. نزهة شهوتها انها تدير جلابه فيها الفوق والتحت، فهي عندها ثوب التحتاني ساتان
موف والثوب الفوقاني شبكه في البيض. فكتسولك لاله خديجه واش هاد التواب غادي يجوا مع بعضهم ساتان موف شبكه بيضاء وشنو الخياطه اللي غادي دير؟ نعم غايجوا مع بعضياتهم لان الشبكه بيضاء اي لون حطيناه تحت منها الا وتيجي مزيان. بالنسبه للبشره ديالها الا كانت كيف ما كانت مغلوقه ولا كانت مفتوحه البشره ديالها فغيواتيها الموف مع البيض. وبالنسبه للخياطه فالا كانت شبكه فهي الشبكه مخيطه راسها دير لها نص جزائري لا اقل ولا اكثر الفوقاني والتحتاني. ولا بغات دير شويه دل... تنبت ديك الشبكه من جهه الكمام من جهه الصدر فهذاك. نمشيو هاد المره السؤال ديال اسماء من ورزازات كذلك عندها بشره قمحيه وكتسولك لاله خديجه اشنو اللون اللي غادا دير في قفطان بغاته بالحزام اشنو اللون اللي غادي يتماشى مع هاد اللون ديال البشره؟ غادي دير الباج ولا البلون كاسي ودير البروكار بالذهبي بلون كاسي ولا البيج ويكون فيه الذهبي البروكار وغادي دير له قفطان من التحت ديال لا موسلين ولا كريب جورجيت. ف واخا نمشيو هاد المره السؤال ديال فتيحه اللي كتسولك لاله خديجه واش مازال السفيفه بالضفيره واش مازال دارجه على الموضه نقدروا نديروها في قفطان ولا في لبسه واش الفتاحي في الجناب اللي رجعنا كنديروهم شحال خاص يكون القياس ديالهم القياس ديال الفتحه في الجناب؟ بالنسبه للسفيفه السفيفه ما عمرها ما كتموت ديال الضفيره دائما كنخدموا بالسفيفه الا ما خدمنا بها في سقلي كنخدموا بها بالحرير في قفطان في جلابه السفيفه دائما كاينه ودائما موجوده في الخياطه البلديه. اما بالنسبه للفتاح فبالنسبة للفتاحي رجعنا كنديروا الفتاحي ديال اللبسة القديمة اللي كنا كنديروا في اللبسة كنرجعنا كنديروهم دوك الفتاحي الكبار. نعم الفتاحي الكبار ولكن هي غادي تشوفي الا كنا بغينا نديروا فتاحي كبار غير بدلنا شوية الشكل كنديروا فتاحي كبار حتى لجهة لاطاي ولكن بالنسبة للقفطان التحتاني كنديروا شوية ايفازي باش ما كنديروش الفتحة نهائيا كيجي ايفازي واحد الفتحة القدام كتقدر السيدة تخلف او ميم طون راه حنا رجعنا لديك لا توندونس القديمة ديال الفتاحي او ميم طون راه حنا عندنا ايفازي في القفطان التحتاني فما كنخرجوش عليه فعلا والمشيه ديالنا كتبقى مريحه كنعرفوا نمشيو بها حتى الشكل ديالو كيجي كلاس هو. نعم رجع عندك دائما خبيره الموضه مصممه الازياء خديجه الحجوج في حلقه اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي على ميد غاديو الاذاعه القريبه منكم. فاصل وراجعين فخليكم معنا ان على ميد غاديو الاذاعه القريبه منكم وبرنامجكم سيداتي سادتي. هذه المره غادي نمشيو لفقره بريكولاج بمجموعه من الافكار ومن الاقتراحات واول اقتراح غادي نبداو به اليوم كان من عند ملكه. ملكه كتقول لي اختي عفاف نصيحتي لكل السيدات اللي كينشفوا الحويج في الماكينه باش كنقتصدوا على الضو وباش حتى الحويج كينشفوا مزيان الوقت اللي كنشفوا دوك الحويج خصوصا الناس اللي كتكون عندهم الماكينه العاديه يعني كاين البلاصه ديال التصبين والبلاصه فين كنشفوا الحويج فالوقت اللي كنديروا دوك الحويج باش كيتعصروا مزيان وكيتنشفوا كنرميو معاهم واحد الفوطه كبيره اللي كتكون ناشفه فديك الفوطه كتدور على الحويج وكتزيد كتنشفهم وكتمتص داك الماء اللي كيكون وهكذا ما كناخذوش الوقت بزاف وكنقتصدوا حتى على الماكينه في الضو. فشكرا لك ملكه وكتقول هذه راه طريقه مجربه بداو دائما ديروها انكم كتستعملوا واحد الفوطه اللي كتكون كبيره باش كتمتص داك الماء خصوصا الا كانوا الحوايج شويه كثار زائد انه في كل دوره كتحيد يعني كتابسوربي داك الماء اللي كيكون في الحوايج فكتقول جربوها وغتعجبكم وغتبقاو دائما ديروها. عطاتنا كذلك هذه المره ناجيه من وجده اقتراح بالنسبه للسيدات اللي دوك الكويرات ديال سمك السردين ما كينجحوش ليهم كيكونوا ناشفين بزاف وبعض المرات كيجيو حتى قاصحين فكتنصح ناجيه من وجده على انه الا كنا غادي نصيبوا ديك الكفته ديال السردين دائما نعملوا معها واحد البطاطا مسلوقه ومطحونه فهي اللي كتخلي ديك الكفته ديال السردين كتجي هشيشه بزاف وكتقول راها كتجي شهوه منها جربوها وغادي تشوفوا. عطاتني ناجيه من وجده اقتراح اخر كتقول بزاف ديال الناس الصباح اما كيفطروا بالحسوه وكتقول هادو الحادقات كيعلموا الوليدات ديالهم حتى الفطور ما يكونش غير فطور عادي هكذاك كيبغيو الوليدات اما الحسوه ديال الشعير او لا ديال البلبوله مثلا ديال السميده وكاين وليدات اللي كيبغيو يفطروا بالروز مع الحليب فشنو النصيحه اللي كتعطيني ناجيه؟ كتقول هذا الرز مع الحليب الا كنا غادي نعطيوه للوليدات لاول مره باش كيولفوه خاص المذاق ديالو يكون زوين بزاف هادشي علاش كتنصحنا على انه اول مره الوقت اللي غادي يكونوا الوليدات ديالنا غادي يجربوا داك الرز بالحليب كنخلطوا معاه واحد ياغور طبيعي اللي كيكون بدون نكهه كنخلطوه مع داك الرز ومع الحليب فكيعطي واحد النكهه رائعه عاد ديك الساعه كنديروا القياس ديالنا في السكر المهم الاساس انه كنخلطوا مع داك الرز والحليب ياغورت اللي كيكون طبيعي وبدون نكهه وكنديروا ديك الساعه القياس ديالنا حنا في السكر. غادي نمشيو لاقتراح اخر هاد المره من عند ام كريم. ام كريم كتقول اقتراحي بالنسبه للناس اللي كيصيبوا الشلاضه
اللي كتكون بالخضر وكتكون بالروز، ويعني بعد المرات كتشيط ليهم خصوصا إذا كانوا الناس وداروا كميات اللي هي كتكون كثيرة، فكتشيط ديك الشلاضة وحرام أنه نرميوها. كاين الناس اللي ما كيبغوش مثلا، ولا خارج بزاف ديال الوليدات إذا كانت مثلا الماكلة ما طيبش في نص النهار ما كياكلوهاش. باش كتنصحنا أم كريم كتقول هاد الشلاضة إلا شاط لكم وكانوا فيها الخضار بحال الجلبانة خيزو البطاطا فيها الروز حتى إلا كان فيها الطون ماشي مشكل، أشنو كنديرو؟ فديك الشلاضة كناخدوها وكنبداو كنهزو ملعقة كبيرة من ديك الشلاضة وكنحطوها في دوك المولات الصغار ديال الكيك، دوك الكيكات الفرديين، أولا كنديروها في داك المول اللي هو خاص بمادلين الوقت اللي كنبغيو نصايبوها، فمعروف هذوك المولات اللي كيكونوا صغار دوك الحفيرات، كنبداو كنهزو ملعقة كبيرة وكنعمرو بها دوك الحفيرات، كنمشيو كنطربو البيض مع الحليب مع الملح مع الإبزار وكنضيفو واحد الطريطقة ولا قريصة من الخميره ديال الحلوه، كنطربوا هذا الشيء كامل وكنخوه على ديك الشلاضه، امر اختياري بالنسبه للفروماج محكوك حتى هو كنقدروا نضيفوه باش كيعطي واحد النكهه واحد اللذه، وكندخلوهم الفران. اشنو كيوقع؟ تماما الشكل ديالهم بحال الكيك ولكن هو معمر بالخضره، وكتكون هذه حيله بالنسبه للوليدات اللي ما كيستهلكوش الخضره، كيوالفوا مثلا انه الكيك دائما معمر اما بالشوكولات ولا بالفواكه الجافه، هذه حيله من الحيل كنعطيوهم كيك اللي هو معمر بالخضره. اذا كناخذوا القياس ديال ملعقه كبيره من ديك الشلاضه اللي هي بقات وشات لينا، كنديروها في دوك الحفيرات ديال دوك المولات الفرديين اللي خاصين بالكيك او لابمادلين، كنبداو كنعمروهم وكنطربوا البيض مع الحليب الملح والابزار وطريطقه من الخميره ديال الحلوه، كنضيفوا كذلك الفروماج محكوك، فكنخوهم وكندخلوهم للفران. كتقول راه الا خليتوهم غير على واحد 250 درجه المده ديال 12 حتى 15 دقيقه كتكون كافيه، بحيث انهم كيتنفخوا وكيبدا الوجه ديالهم كيتحمر، وكتحيدوهم ديك الساعه كتسناو عليهم شويه حتى كيبردوا وكتحيدوهم من دوك المولات، فكي جولدات بزاف، وكتكون ديك الشلاضه بالخضر ما ضيعتوهاش، كتبقى هذه حيله من الحيه اللي هي اقتصاديه بزاف. شكرا لك ام كريم، شكرا ناجيه من وجده، وشكرا الملكه على افكارهم واقتراحاتهم اللي هما اختاروا انهم يتقاسموها ويتشاركوها معنا في الحلقه ديال اليوم. غادي نمشيو باش نتواصلوا مع كل الاوفياء، الاسئله اللي عندها علاقه بالموضه اليوم كنجاوبوا عليها رفقه خبيره الموضه مصممه الازياء خديجه الحجوجي، فغتجاوب على كل اسئلتكم اللي عندها علاقه بالموضه. ومرحبا بتواصلكم معنا على 0522 46 72 50 51 أو 52. غادي نشوف أول مكالمة معنا فاتحة على الخط من أو ناخذ سعيدة هي الأولى معنا من ورزازات. أهلا بك سعيدة. السلام عليكم لاكاس. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا لاباس عليك؟ الحمد لله، مرحبا بك. شكرا بزاف على هذا البرنامج وشكرا لميد غاديو. العفو سعيدة، أهلا وسهلا. أهلا سلمك لالا خديجة. الله يسلمك لالا، ربي خلات بلاصتها ياك يا سعيدة. ما كان لالا خديجة واقيلا ما توحشناش، واقيلا لا والله العظيم إلا توحشتكم، ولكن كانت شي حاجة اللي أكثر من الجهد ديالي، والوقت اللي كتاح لي الفرصة أنني نحضر في الراديو باش نجاوب على الأسئلة ديالكم فكنكون فرحانة بزاف. والله إلا بحال شي زعما ماشي فرد من العائلة، ماشي ربي يخليك لالا سعيدة، ربي يخليك الله يطول عمرك. كنت غادي سبحان الله. ربي مرحبا مرحبا سعيدة، وتحية للناس ديال ورزازات. بارك الله فيك للعفاف. عندي جوج اقتراحات. أيه؟ عندي واحد ملويد الفران، وعندي واحد الحيلة ديال النور كنقولوها احنا مشلحة. أيه؟ واحد النوع ديال الخبز كنديرو في واحد سميتو واحد اناء ديال الطين. واخا ناخذوا هذه الحيله ناخذوا هذه الحيله ديال الخبز ديال الطين. شنو هي سعيده؟ كنسميوها حنا في واحد زيت النور. تنورت تنورت وكتدار في واحد سميتو واحد سميتو ديال الطين، المهم راه معروفه هنا في سميتو، ولكن الحيله باش نديروها الا ما عندناش ديك سميتها ديال الطين. كنعجنوا العجينه ديالنا كتكون مرخوصه بزاف بحال مثلا، غنطيبوها في داك الطين ولكن كنطيبوها في الفران، كنسخنوا الفران ديالنا ملي كتخمر العجينه بزاف، مهم العجينه عاليه ولكن كتكون ملينه. واخا كنسخنوا الفران ديالنا مزيان وكنديروا داك العجينه كنفرقوها على ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه، المهم حسب سميتو، وكنورقوها على الطاوة ديال سميتو، كنمسحوا الفران وكنورقوا ديك العجينة كل وحدة كنورقوها على الطاوة ديال الفران، كنورقوها بزاف تكون بحال ديك التنور. اييه كنسدوا الفران سميتو تتحيد لينا ديك العجينة من الطاوة، وكنحيدوها ونزلوها لتحت تتحمر لها الوجه ديالها، وكنحيدوها بصحة وراحة التنور ديال اييه. التنور كيكون مورق عادة ياك سعيدة؟ كيكون مورق وكيكون مكرمل. اييه تبارك الله عليك. واخا شنو هو الاقتراح الثاني؟ الملوي ديال الفران. كنعجنوا العجينة ديالنا
بحال الا درنا كيلو دقيق كنديروا جوج معالق ديال سنيده ومعلقه ديال الزبده وخميره العجين وقفه الملح كنعجنوا العجينه ديالنا وملي كتخمر العجينه ديالنا كنخليوها حتى تخمر وكنفرقوا ديك العجينه ديالنا بحال سميتو بحال المسمن ديك بحال مهم كويرات صغيرات مهم كنورقوهم بالزبده اللي كنورقوهم كاملين كنورقوهم بالزبده وكنلويوهم كنلويو العجينه فسميتو بحال كندير بحال المسمنه بعدا في الاول كنطويو الاولى كندير الزبده ونطوي في الثانيه ولكن ما كنكملش المسمنه كنلوي من الراس ديال المسمنه حتى للراس الاخر وكنحطوها مقلوبه كتعاود تتخمر شي شويه وكنبسطوها غير بشويه باش تكون على شكل دائري وملي غندخلوها الفران غنديروا كوكب مهرمش وسنيده الفوق وكنديرها للفران تتحمر وتحرها تبارك الله عليك وطريقه جديده ديال الملوي بداك الكاوكاو وداك السكر سنيده تبارك الله عليك سعيده ومشكوره لانك تواصلتي معنا سعيده من ورزازات وفتينا بزوج ديال الاقتراحات غادي نمشيو هذه المره باش نتواصلوا مع فاتحه على الخط معنا من مدينه الدار البيضاء اهلا وسهلا بك فاتحه اهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله لاباس عليكم الحمد لله فاتحه مرحبا بك وكنشكركم الطاقم من الراديو العفو لاله فاتحه وانا من الوفيات ديال من الراديو مرحبا بك وكنسلم بزاف على خديجه الحجوجي الزين ديالنا الفن ديالنا الله يحفظها لينا بي خليك لاله فاتحه مرحبا بك عندي واحد السؤال الله يخليكم اييه عندي واحد الثوب المليفه لون كوغاي اييه وبغيت نديرو جلابه منه جلابه من قفطان الحطره ما عرفتش اش من اللون ديال اللي واش اللون في اللون ولا لاله فاتحه شحال في عمرك 57 نعم واخا نجاوبك على الفاتحه شكرا لك فاتحه تواصلتي مع نعم يا فاتحه الخياطه واخا اسم الخياطه واخا وكي كولور ندير وكنشكركم بزاف كنشكر الطاقم ديال ميد غاديو والسلام عليكم شكرا لك فاتحه تواصلتي معنا تفضلي يا خديجه بالنسبه للفاتحه المليفه ديال اللي عندها في الكوغاي بغات ديرها جلابه قفطان فكنقترح عليها ديرها تخيطها باللون في اللون وديرها زواقه بلديه من السطوق وديرها بفاير تفاير هابطين حتى لتحت والزواقه تكون غير من السطوق وديرها شويه الى قدات ديرها بالخراط فغادي تكون شيء جميل وبصحه والراحه لان هذا اللون تيعجبني بزاف وما كنقدش ندخل فيه شي لون اخر باش ما نطيحش من القيمه ديالو ففي اللون في اللون واخا نمشيو هاد المره من بعد فاتحه باش نتواصلوا مع ام غيتا على الخط معنا من مدينه مكناس اهلا وسهلا بك ام غيتا معنا ايها لالا معكم ام غيتا اهلا وسهلا مرحبا بك تبارك الله عليك لانتي لالا خديجه الحجوجي مرحبا لالا ربي يخليك مرحبا الله يخليك لالا عندي جوج الاسئله الا جات على خاطر اييه مرحبا ام غيتا اييه عندي واحد جلابه مخيطه ولكن تقاست لي بديك الصباغه ديال الحجبان في الكحل وما بغاتش تزول لي كاع جاتني من تحت الخياطه ديال الطوق بغيتك عفاك تعطوني شي اقتراح وعندي واحد توب اخر ديال المبره ولكن ديك المبره شويه كتيري بغيتها تعطيني شي اقتراح شنو ممكن لي ندير بها جلابه ولا بالنسبه للجلابه هاد الجلابه اللي خسرات لك بالصباغه جات لاطاش جات حدا الخياطه في الصدر لا لتحت شويه ودي تحت الحزام وانتي اش من خياطه دايره الجلابه دايره لها ستيفان مسطوق ودايره ليها دولارات دايرين عليها لان الحل اللي غنقدر نعطيك هو انك تقدي تزيدي تعرضي ديك الخياطه باش تغطي ديك لاطاش اللي ديال الصباغه لك تزيدي تعرضي شويه تزيدي واحد الدوره ديال السفيفه وواحد الدوره واحده اخرى ديال الدولار والدبانه والكوزه اللي انت ديجا مخيطه بهم فهنا غادي تكوني كتدرق داك العيب درقات داك العيب وتستافد بالجلابه فعلا بالنسبه للمبره اللي عندها قالت انها كتجبد اولا كتيري فالمبره اللي كتيري ما عندها حتى شي مشكل لانها مجربه وخيطتها تقدر تخيطها قفطان تقدر تخيطها جلابه تقدر غير حاجه وحده الوقت اللي تبغي تفصل هاد جلابه او قفطان ديال المبره اللي كتيري دائما بالنسبه للفصاله كنقصوا
مثلا عندها في الربع 30 كنديروا غير 29 أيه. لان هي كتجبد وملي كنلبسوها كتكون هي كتجبد وكنديروا 30 فكتولي طايحه بزاف فدائما كنقص واحد سنتيم ولا 2 سنتيمتر في الوقت اللي كنبغيو نفصلو أيه. وتلبسها يعني ما كاينش فيها شي مشكل. واخا نمشيو هاد المره باش نتواصلوا مع نبيله على الخط معنا من قنيطره. مرحبا بنبيله. السلام عليكم. انا كنشكركم بزاف على ميد راديو على كاع داكشي اللي كتقدموا لينا. مرحبا نبيله. بغيت نسول غير هذه خديجه حجازي كنشكرك بزاف انك تعطينا نصائح دائمه. مرحبا بنبيله. مرحبا لافونس العين. بغيت نسول كما على عندي بنيت عندها عامين ندير لها جلابه وما عرفتش واش ندير لها جلابه عادي ولا دوبياس واش من نوع ديال الثوب ناخذ ليها. واخا مرحبا بك نبيله وشكرا لك تواصلتي معنا من قنيطره. غادي نرجعوا نجاوبوا على سؤال ديال نبيله اللي خرج بالنسبه للبنيسه ديال عامين بغات لها جلابه ولكن ناخذوا حتى ام محمد على الخط معنا من مدينه اكادير. مرحبا بك ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا فرحانه بزاف 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 اللي هضرت معك اختي عفاف اليوم. مرحبا ام محمد. احنا فرحانين الخط ما شدليش وحنا فرحانين سمعنا صوتك. شوف ما شاء الله ملي كتكون معنا لاله خديجه بزاف ديال الناس اغلب المتصلين كيكونوا ناس اللي مده ما شدش ليهم الخط. والله اختي عفاف اكثر من عام هذا وانا كنتصل فتيحه قبل اللي كانت معنا قالت عامين وهي كتحاول. والله الا طلعت تقريبا قلت لك الحمد لله يسر الله اليوم. مرحبا مرحبا لاله. اختي عفاف بغيت نقول لك درت واحد الجلابه في العيد الكبير كانت اتصلت عند نفس ديال الخطوه نديرها على راسي انا. واخا حيت سمعت النصائح ديال لاله خديجه درت جلابه بالمليسه اييه زرقاء ودرت لها السيفه والعقاد ديال التحت. واخا ودابا بغيت نسوي على الصباط عندي فولار اييه جابت لي السي من برا زوين وعجبني درت لها هو الزرق الارضي ديالته زرقاء اييه وفيه الكر وفيه الكحل. واخا عجبني. دابا بغيت نعرف الصباط اللي لبسناه والصاكسه. الصاك والصباط ايوا وشويتي فواحد الجلابه ديال المليفه بغيتها تكون كحله كيفاش غادي ندير لها؟ مليفه في الكحل ديال المبره ديال المبره سمحي لي. لا جلابه ديال المبره في الكحل. اييه واخا نجاوبوا ان شاء الله على السؤال ديالك ام محمد وشكرا لك تواصلتي معنا من اكادير. نبداو بالسؤال ديال نبيله لاله خديجه بنيتها عندها عامين وبغات نبيله تصايب لها شي جلابه. بالنسبه لنبيله البنيه ديالها اللي عندها عامين فيمكن غتخصها واحد متر ونص ديال الثوب انا ماشي بزاف وتختار لها تويب اللي غيكون يتحمل ليطاج اللي غيكون فاكر اقترح عليها دير لها ايه المليفه علاش لا مليفه رقيقه دير لها المليفه رقيقه وتخيط لها خياطه عاديه تزايري ولا تزايري ولا ما ديرش برشمال ما دير المهم تزايري ولا نص تزايري ولا سفيفه. بنيتها في عامين لاله خديجه كتنصحي نعم. انه نخدموا لها دو بياس او لا دو بياس يعني قفطان وقميص جلابه والقميص هي علاش لا اولا جلابه وسريول ديالها اولا هي علاش لا ولكن بالنسبه للجلابه هذا هو الاقتراح اللي غادي نعطيها دير لها المليفه رقيقه وتخيطها لها بنص تزايري او بسفيفه وعقيدات. واخا ام محمد بالنسبه لام محمد جلابه ديال المليفه الزرقاء بغات لها الصباط فبما ان لا سيزون اللي بدا كيبرد الحال فصباط كحل فكنظن غيكون عندها في البلاكار ديالها واحد صباط كحل مع الصاك كحل وفولار ديجا قالت لنا فيه الزرق فيه الالوان فيه الاسود فما تخرجش على هذا اللون الاسود ايواتها. سؤالها الثاني قالت شهوته في شي جلابه ديال المبره في الكحل فباش تخيطها؟ فبالنسبه للجلابه المبره في الكحل الا كانت بغاتها الخروج ديال دائما ما كنصحش ان جلابه ديال المبره الخروج كتبقى عزيزه دائما ما كنصحش بها لان كتكرفس و لكن الحضور فتخيطها ودير لها واحد القميص دائما كنصح بقميص يكون من تحت المبره أيه. دائما لان المبره منها اللحم كتخسر وكتعوج ما كتخليش السيده تكون مرتاحه لا في المشيه ولا في الجلسه ولا فدير تحت منها واحد القفيطن كريب جورجيت ولا دير موسلين او لاساتا وتخدمها بغا تدخل صقلي فداك ما بغاش ديرها غير بالحرير وديرها لها زويقه بلديه. واخا غادي نمشيو هاد المره في مكالمه معنا دليله على الخط. مرحبا بدليله. ربي يخليك. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله. نهار كبير هذا ميشد لي بعد الاتصال. مرحبا مرحبا بك دليله. بغيت اختي غير نسول مدام خديجه الحجوزي. ايوه انا ديما كناخذ هكا جلالب ولكن ديما عندي انا غير مليفه بغيت النوع واخا كنبقى نقلب عندنا في الاخر كنرجع للمليفه. بغيت شي ثوب اخر بحال هكا شي نوع. نعم دليله شحال في العمر ديالك؟ انا عندي 25 عام. 25 سنه والبشره اللون ديال البشره ديالك؟
قمحيه ما بيضه ما سمراء. واخا نجاوب على سؤال كدليله. شكرا لك، شكرا تواصلتي معنا. لاله خديجه بزاف ديال هكذا المستمعات اللي حتى الوقت اللي كتبغي تنوع كتلقى راسها رجعات لذاك التوب اللي هي اصلا مخيطه بحاله، بحال مثلا الحاله ديال دليله المليفه، فكتلقاي الجلب كله مليفه. في لا سيزون ديال البرد دائما كنمشيو لشحويجه اللي هي سخونه، دائما كناخذوا داك التوب ديال لان اللي كيكون بلي كارو ولا التوب ديال لان ولكن كريب دو لان. انا كنت درت في حلقات سابقه على الكريب، الكريب فيه ثلاثه ولا اربعه او حتى خمسه ديال الانواع، كريب جورجيت، كريب دو شين، كريب دو لان، كاين هذا الشيء كامل. يعني تختار واحد بحال دابا دليله قد نقولها دير كريب دو شين، فالكريب دو شين هو هذا اللي كتشوفيني انا لابسه، فهو ان كريب كيجي طايح او ميم طون سخون، تقدر تلبسه في البرد ولكن في الشوفه هو كيبان توب طايح، توب طايح وزوين، فتقدر تاخذه راه موجود في الاسواق ودير منه جلابه فغادي يجي هائل. يعني كريب دو شين. نعم بالنسبه للبشره قمحيه اش من لون تاخذ فيه؟ لون مفتوح، تاخذ بلو سيال، تاخذ موف كلير، تاخذ الالوان المفتوحه اللي غادي. وحتى بالنسبه لك انت كدير الفولار، تاخذ فولار يكون مفتوح باللون ديال الجلابه اللي تاخذ باش يفتح لي اللون ديالها، تفادى داك. واخا نمشيو هاد المره من بعد دليله نتواصلوا مع مجدولين معنا على الخط من مدينه مراكش. اهلا وسهلا بك مجدولين. السلام عليكم اختي اختي عفاف. مرحبا بك مجدولين، شكرا على تلبيتك الطلب ديالي، نهار ثلاث مع الاخ ثاني دانا. مرحبا سمعتي الجواب؟ وي شكرا. مرحبا بك، وكنشكر الاخت خديجه حجاجي. مرحبا لاله مجدولين. عندي واحد الطلب اختي عفاف، بيت واحد سميتو، بيت نصور على واحد القفطان. عندي أيوة. واحد توب مليفه، توب مليفه داك التوب تيقولوا لي دم غزال بحال كورونا. نعم أيوة. نعم هذاك، وبيت نشوف الالوان باش نخيطهم. وقبل ما نقطع عافاك اختي عافاك، بيت التليفون ديال طارق الغلوتي الدكتور تاع طب العيون. واخا ما تقطعيش رجعي لعند سميحه ان شاء الله وهي تلبي الطلب ديالك. ومشكوره مجدولين تواصلتي معنا من مدينه مراكش، تفضلي لاله خديجه. بالنسبه لمجدولين قفطان، بغات دير قفطان ديال المليفه. اللون ديالو دم غزالين داك الاحمر الزوين، فديرو بالخراط، تفصلو بالخراط الا كانت بغاتو بالحزام بالخراط، وتخيطو خياطه بلديه، قول الكوزه والدولار والدبانه، وتخيطو بالتزايري، تزايري والدولار والدبانه. يعني هاد 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 سواب ملي كنديروهم قفاطن وكنديروا لهم هاد الخياطه بلديه، فكنستغلهم بزاف وكنبقاو نلبسهم بكل عام. واخا ناجيه كتسولك لاله خديجه، العرس ديالها ان شاء الله غادي يكون في شهر 12. قالت انا عارفه ما بقاش ليا بزاف ولكن ما وجدت حتى شي حاجه نهائيا، لانه يلا تخطبت غير مؤخرا. وكتسولك دابا لاله خديجه اول حاجه تبدا بها في الخياطه، فهي قالت شنو نسبق اللبسه ولا نسبق الجلابه؟ وبالنسبه للعرس غادي تحتاج كل شيء، غادي تحتاج الجلابه، اللبسه، القفطان، هادشي كله غادي تحتاجه. شنو اول حاجه الاثواب اللي سولات عليهم شنو تمشي تقدا؟ يعني دابا تخرج للسوق شنو تاخذ؟ غادي تاخذ مليفه اولا كريب، الكريب دو شين اللي كنت قلت، اولا دغا كريب تاخذه في لا كولور اللي كنت اللي كتعجبني بزاف، ذاك البلون كاسي المحمر اولا البلون كاسي. ودارج على الموضه دابا بزاف. نعم فهو دارج على الموضه. نعم. واخا في فصل الشتاء كنلبسوه. لون زوين. وتصوبها بالراندا، دير لها القميص ديالها وتصوبها بالراندا، دخل فيها شويه ديال السقلي. وبالنسبه للبسه دير ان كولور فونسي، دير الاحمر، دير البلوغوا، هي على حسب البشره ديالها، كانت قمحيه دير دي كولور كلير، كانت بيضاء دير دي كولور فونسي. وبالنسبه للقفطان غدير قفطان ديال البروكار بالباج والذهبي وتخيطو بالسقلي ولا بالحرير. رجعي لعندك دائما خبيره الموضه مصممه الازياء خديجه الحجوجي في حلقه اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي، ودائما على ميد غاديو الاذاعه القريبه منكم. فاصل وراجعين فخليكم معنا. رجعنا دائما في تواصلنا معكم اوفيائنا على 0522 46 72 50 51 او 52. وما تنسوش على انه بامكانكم دائما تواصلوا معنا عن طريق رقم 5080، كتبوا فقط كلمه ماد، خليوا فراغ صغير وبعثوا بسؤالكم للرقم 5080 كل الاسئله اللي عندها علاقه بالموضه. اليوم كنجاوبوا عليها مع خبيره الموضه مصممه الازياء خديجه الحجوجي. غادي نمشيو في مكالمه معنا ربيعه على الخط من مدينه مراكش. اهلا بك ربيعه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كلشي بخير؟ الحمد لله ربيعه. هذاك عندي جوج اسئله لخديجه. أيه؟ مرحبا ربيعه. انا كنت دورت لك على حساب قطان وجلابه، فعلا خيطتهم كي قلتي لي وطلعوا زوينين. بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه. ودابا بغيت ندير لاباس شتوا في الكحل. اييه دابا كندوز في الكحل، خيطو بالموف، وبغيت تعطيني الكحل باش نخيطو شمن اللون، وتعطيني شي خياطه تكون زوينه وخفيفه ما تكونش عامره بزاف. بغيت شي حاجه خفيفه. خديتي الثوب ولا مازال ربيعه؟ لا بغيت انا الكحل، بغيت نكحل نيت، بغيت نكحل وبغيت شي لون، تعطيني شي لون. واخا شي لون باش تخيطي.
انا بيضاء واخا وعندي الاخت ديالي هي قمحيه سمراء واحد شويه وتا هي قالت لك بغات الكحل واش يجي معاه ولا ما يجي معاه ولا تعطيني شي لون عفاك واخا اللون يجي معاه ولا باش تخيطو. مشكوره ربيعه توصلت معنا من مدينه مراكش. العفو هذا واجب علينا. اذا لاله خديجه نبداو بربيعه بغات شي جلابه اللي تكون في الكحل باش تقدر تخيطها وبغات شي خياطه اللي تكون خفيفه. بالنسبه للربيعه بغات جلابه كحله. جلابه كحله غير على فكره جلابه كحله كتجي مع السيده اللي اللون ديالها قمحي والبيضة يعني هذا أيه. اللون كيتواتى مع كاع البشرات. نعم بالنسبه لجلابه كحله تخيطها بطرزها بالطرز باليد او بالماكينه على حسب اللي بغاتيها وتدخل فيها بعض الالوان تدخل الازرق الصفر الاحمر الخضر يعني تدخل واحد اربعه ولا خمسه ديال الالوان في ديك الطريزه. اما بالنسبه للخياطه تخيطها بنص تزايري باللون في اللون وعقيدات والطريزات اللي غادي دير في الجنب ديرهم بالالوان. هذه بالنسبه للربيعه. بالنسبه لاختها هي قمحية واش دير جلابة في الكحل ولا نعم ديرها بالكحل هي علاش لا وتخيطها بغات ديرها بالراندا يعني جلابة كحلة بالراندا كتطلع هائلة وندخلوا عليها لون واحد اما الاحمر او الازرق او لا يعني اللون الاسود اي لون دخلنا معاه فكيعطي فتدخل لون من هاد الالوان اللي ذكرت احمر الزرق لون واحد نعم مع الاسود فغادي تستغل الجلابه ديالها ان شاء الله وتلبسها. بالنسبه للربيعه ديرها بالطرز الرباطي واختها ديرها بالراندا باش تلا بغاو يتبادلوا علاش لا. لاله خديجه ساميه كتسولك لاله خديجه كتقول لك انا عزيزه عليا الراندا بما انه ذكرتي الراندا وكتقول ما عمرني ما زعمت نخدم الراندا الا فتو بجوهره كنظن ان هي كتخدم الراندا. نعم. فكتسولك شنو هما الاثواب الاخرين اللي كنقدروا نخدموا عليهم كنقدروا نخدموا عليهم الراندا من غير جوهره. نعم الراندا كنحطوها في جميع الاثواب دون استثناء جميع الاثواب اللي طاحتو بلي طاح في يدينا كنخدموا بجوهره بالراندا يعني كيتحملوا كيتحمل الخدمه ديال الراندا لانها الوقت اللي كنبغيو نخدموا الراندا فكنخدموها في الخوا كنحيدوا الطرف من هنا والطرف من هنا وكنحطوا يعني ما عندها حتى شي ضرر على التوب خي كون التوب خفيف درنا في لاموسلين درنا في الكريب جورجي درنا جميع الاثواب صدقات هائله جدا. نمشوا هاد المره نتواصلوا مع ام ملاك على الخط معنا من مدينه الرباط. مرحبا بك ام ملاك. بارك الله فيك اختي عفاف كي دايرين لاباس عليكم؟ الحمد لله مرحبا بك. نهاركم مبروك دايره الاستاذه خديجه. الله يبارك فيك لاله مرحبا. الحمد لله. انا بغيت نسولكم بغيت نصايب شي قفيطين على الاسبوع انا حامله ان شاء الله نولد فهاد الشهر 12 ان شاء الله. حد خرجت للسوق ما عيشت ندور ما بني والو انا نرجع ما حد ما عرفت شنو غنصايب. نعم شمن السوق وشنو هي الخياطه اللي غندير؟ نعم قولي لي غير البشره ديالك كيف دايره؟ بشرة بيضاء. نعم بشرة بيضاء. ومالك عرفتي شنو عندك بنيته ولا وليد؟ عندي وليد ان شاء الله. الله يكمل عليك بخير ان شاء الله وتشوفي كيف ما كتمنى والصحه والسلامه. شكرا بارك الله فيك. العفو. علاش سولتها لاله خديجه؟ بزاف ديال الامهات لما كتكون ما كتعرف انه وليد ولا بنيته كتبغي دير اللون ديال القفطان على حسب الا كانت بنيته وردي الا كان وليد شي لون اخر غير بيستاش ولا هي علاش لا انسان يفرح براسه علاش لا. اذا شنو النصيحه اللي نعطيو الأم لك؟ أنا نعطيها دير البروكار. إيه البروكار في إما أي لون بغات ويكون داخل فيه شوية ذهبي وتخيطو بشوية صقلي. أنا بغات دير السبوع يمكن بغات تلبس هذا القفطان في السبوع دير له شوية ديال الصقلي وخاصها تكون مميزة على الضياف وعلى الناس اللي غادي يكونوا فدير البروكار إن شاء الله. واخا نمشيو هاد المرة نتواصلوا مع زهيرة على الخط معنا من تيسا. أهلا بك زهيرة. اهلا بك اخت حافظ لاباس عليك؟ الحمد لله زهيره مرحبا بك. انا كنشكركم بزاف على هذا البرنامج. العفو مرحبا. عندي الله يخليك سؤال كنت سولتك لك مره ما سمعتش الاجابه. شنو هو السؤال؟ لا بدلتها في الكوره هي في الغوز كنت صابر لندن في الستوك ومقبله على الزوج وبغيت ندير جلابه واحده اخرى وفي واحد اخر وتكشيطه. بغيت نعرف يعني شني لوني ما سمراش بالسمار سمار مفتوح يعني لون قمحي عمري 21 عام. واخا ما طويلاش بزاف. واخا بغيت نعرف شنو هو التوب ومع ما خديت لا توب لا شنو النوع ديال التوب ديال التكشيطه والجلابه. اي هادو بالنسبه للعروسه. اي العرس وقتاش غيكون عندك العرسه ظاهره في البرد؟ لا في شهر 4 الماضي. غيكون في شهر 4. واخا واخا زهيره الله يكمل بالخير وشكرا لك تواصلتي معنا زهيره من تيسا. العفو العفو. شكرا استاذه خديجه. شكرا لله شكرا لك زهيره. مرحبا. تفضلي لاله خديجه فهي بغات تعرف هي قالت خدمات جلابه في كوغاي وما بغاتش دير نفس اللون. نعم. فهي دابا عروسه ان شاء الله والعرس ديالها غادي يكون في شهر 4 بغات تعرف التوب واللون ديال الجلابه وديال التكشيطه بالنسبه للعروسه. بالنسبه للجلابه دائما نديروا اللين مفتوح. نعم شهر 4
كنظن كيدير الجو شويه شويه, شوية دير مليفه رقيقه, دير البلون كاسي البيج موف كلير الفير بيستاش, هاد الالوان كلها وديرها براندا, تخدمها براندا, دير القميص من التحت تخدمها براندا, تخلفها شويه ديال السقلي المعروسه. وبالنسبه للبسه دير لبسه كيف ما قلت بعد بلوغوا, يعني كاع ولا ذهبي ولا الموف كلير ولا يعني كاع الالوان اللي تواتر على حسب البشره ديالها. اش من توب تاخذ بالنسبه للبسه؟ بالنسبه للتوب البسه يعني دير, نعم دير معك كريب دو سوا, دير دغا دو سوا, دير الوين الوين يكون مفتوح ولا مغلوق على حسب البشرة ديالي. انا ما عرفتش البشرة ديالها كيفاش دايره, وتخدمها انا عروسة تخدمها اما ترزها او لا تخدمها بخدمة المعلم ودير البيرلاج. نعم واخا نمشيو هاد مرة الاس ام اس كتسولك فيه نادية لالا خديجة على الرشمة اللي كتكون في الظهر, فكتسولك هي شافت بزاف ديال انواع ديال الرشمة, قالت وحدة كتكون بحال متلتة مقلوبة ديك الفرماجة اللي كتسميوها بحال القب, لقات وحدة اخرى كتكون بحال موجة موجة, فكتسولك بالنسبة للبسة ديال العروسة اش من رشمة اللي تكون احسن في الظهر بالنسبه للعروسه؟ دائما كتكون جامعه شعرها كي خصنا نديروا واحد الزواقه اللي غادي تكون عاطيه تكون فهي تختار اما الفرماجه ولا هذيك, او لا دير واحد ان سيركل واحد دائره كتجي منبته كتعمر نعم كتعمر بالحجر كتجي انها غادي تكون هي جامعه شعرها. فبطبيعه الحال غادي تكون لبسه باينه مزيان. تبارك الله عليك خبيرة الموضة ومصممة الأزياء للا خديجة الحجوجي, وشكرا لك على كل معلومات وكل نصائح دائما كتفيدينا. شكرا عفاف, وشكرا للمستمعين والمستمعات والطاقم التقني, شكرا لنا على خير يا رب أمين. شكرا لك. حنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي, ما تنسوش على أنه الأفكار والاقتراحات اللي كتمر معنا في كل حلقة كتقدروا ترجعوا لها في أي وقت بغيتوا من خلال صفحة برنامج سيداتي سادتي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, ما عليكم إلا تكتبوا سيداتي سادتي بلغتنا العربية. فالصفحة الرئيسية والرسمية والوحيدة للبرنامج هي الصفحة اللي كتحمل الراية المغربية والعالم الوطني, فهذيك هي الصفحة الخاصة بنا. وزوروا كذلك مجلة المرأة المغربية بامتياز موقع للمولاتي بوينما لتلقوا فيه كل ما يفيدكم. لكم أطيب وأرق تحية من عفاف ماجد, كانت معكم في الإعداد والتقديم سعد عقال, رفقتني في الإخراج وسامحة مشكورة في استقبال مكالماتكم. شهية طيبة, إلى اللقاء.